وللوقوف عند أوضاع العمال في العراق في عيدهم 32 بعد 100، تنضم إلينا من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، مساء الخير. يعني في الذكرى 32 بعد 100 لليوم العالمي للعمال، نائب رئيس البرلمان همام حمودي يصرح ويقول إن موظفي الدولة يعيشون وضعا بائسا بمستوى خط الفقر، لكن ما الذي أوصلهم لهذه الحال دكتورة؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر يعني كلنا نعلم أنه 1 أيار هو عيد العمال العالمي، وكثير من الدول ترتبط بهذا اليوم أيضا بهذا العيد. ولكن حتى بعيدا عن المفاهيم السياسية، لو أنه أخذنا هذا بنظر الاعتبار من جانبين الاقتصادي والإنساني لمفهوم العمل، وكذلك لكيفية التعامل مع العمال الموجودين وما أحدثت المشاكل الاقتصادية من تفاقم البطالة في بلدنا العراق. وكما ذكرتم في تقريركم أنه البطالة الموجودة في حقيقة الأمر هي الآن بطالة إجبارية، والنسبة تشير حسب التقارير الدولية إلى 59% من حجم قوة العمل، وأعني بذلك هم الأفراد القادرين عن العمل بين 15 إلى 65 سنة في هذا العمر 59%. نعم. فيما أيضا تشير التقارير الدولية إلى أن البطالة المقنعة، وهذا يعني جدا مهم أن نركز عليها لأنه معناته وجود عدد كبير من الموظفين الذين لو عملنا على إقصائهم سوف لن يغيروا في العملية الإنتاجية، يبلغ عددهم 43% حسب هذه التقارير الدولية، فيما تشكل البطالة المؤقتة 31%. في خضم كل هذه الأرقام، هو كان سببها أو يعني الشيء الأساس الذي حدث هو تعطيل هذه المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية، وبالتالي عدم تفعيل القوانين الخاصة في مصلحة الوطن والمواطن وتأهيل هذه المؤسسات، وتفعيل قانون الاستثمار هو الذي جعلنا أن نصل إلى مرحلة أن يزداد عدد العمال الأجانب في البلد أكثر من العمال من أهل البلد، وهذا كله يحدث نتيجة لأن البرلمان لم يأخذ بجدية قانون الاستثمار وتفعيله. هنالك تصحيح لهذا القانون في 2006، هنالك إضافة، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم تطبيقه بشكله الصحيح إلى حد الآن، وهذا أدى إلى نتائج إلى أن العمال في الشركات الأجنبية تأتي بعمالها والأجانب وتترك العمال من أهل البلد، وبالتالي ازدادت أدنى البطالة ووصلت إلى هذا ما وصلنا إليه. كذلك أن عدد العمال في القطاع الخاص الذي يصل إلى 6 مليون نسمة، وكما أيضا ذكرتموه في تقريركم، يعني هنا نقطة أيضا يستوقفنا هذا الرقم، أنه فقط 3% هم مسجلون في الضمان الاجتماعي، والنسبة الباقية اللي هي حوالي 97% غير مسجلين، وبالتالي هؤلاء لا يستطيعون أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية والتقاعدية فيما بعد، أي بعد أن يتركوا العمل. طيب دكتورة، حتى لا نغادر هذه النقطة، هناك استيضاح فقط. يعني أنت ذكرتي نسب معينة، والبطالة المقنعة 43%، البطالة المؤقتة تصل إلى 31%. هناك أيضا الشركات التي يجب أن تجلب معها 1000 عامل تقوم بالاتفاق مع أصحاب المكاتب بجلب 5000 عامل، لكن هل يمكن أن نطلق على كل ذلك بالفساد دكتورة هدى؟ هل هذا فساد؟ نعم، أكيد نعم، هذا جزء من الفساد الاقتصادي والمالي والاجتماعي الذي يمر به العراق، وإن يعني هذا جزء أيضا هو المرتبط لأنه بقانون الاستثمار لا يوجد هنالك جهة منفذة له، يعني هنالك صياغات قانونية نعم، ولكن لا يوجد تفعيل لها، وبالتالي يستطيع أي مكتب أن يجلب عدد من العمال باتفاق مع الشركة دون الرجوع إلى الحكومة، وهنا الثغرة والفجوة التي تحدث في المشاكل التي تحدث المشاكل الاقتصادية من ورائها، لأنه لا يوجد هنالك تفاهمات ولا يوجد هنالك تخطيط، وبالنتيجة أنه ما وصلنا إليه إلى أنه عدد العمال الأجانب نجده كثير جدا بالمقارنة مع عدد العمال اللي هم أساسا في حالة بطالة وأساسا هم لا يعملون، وبالتالي يجب أن تفكر الدولة في أنها تعمل على تفعيل قانون الاستثمار بالدرجة الأساس، وتعمل على
فتح المعامل والمصانع وحماية المنتجات الوطنية ودعمها، كل ذلك يقع في وضعها في إطار منظومة شاملة للضمان الاجتماعي، وليس أنه فقط 200,000 يحصلوا على الضمان والعدد الباقي هم طيب. غير مشمول. دكتورة، إذا نحن نتحدث معك بلغة الأرقام وأجدت في ذلك، لكن أنت قلت بأنه 59% القادرين على العمل من عمر 15 عاما إلى 65 عام، صحيح؟ طيب، لكن الحكومة تقول بأنه نسبة البطالة تجاوزت 30%، هل هذه الإحصائيات دقيقة من قبل الحكومة دكتورة؟ حقيقة أنا في عدة مرات عملت على تدقيق على هذا الرقم، وهل 30% هي فقط للإعلام حتى تعطي أنه الاقتصاد في حالة تحسن؟ هنالك تقارير دولية، والتقارير الدولية مثبت فيها الأرقام. هذه الأرقام لا يمكن يعني أن نشكك بها، هي من مصادر دولية معترف بها، وبالتالي عندما أشاروا إلى 59% هو ليس أكيد بال 30%، وقد نجده هذا يعني واضحا للعيان أن عدد كبير من العمال والموظفين وحتى الخريجين حاملين الشهادات هم لا يعملوا الآن. قد يقولوا في بعض الأحيان أنه هنالك 400,000 يدخل إلى سوق العمل سنويا، أيضا هذا الرقم مشكك به. وأيضا الأرقام التي مسجلة في دائرة الضمان أنه تشير إلى 65% من هؤلاء الحاملين الشهادات، نحن أيضا لا نعول عليه، فإذا معناه 30% هو رقم ليس صحيح، ولكن فقط للجانب الإعلامي. طيب دكتورة، أخيرا يعني لم نسمع من الحكومات المتعاقبة عن وضع خطة خمسية أو عشرية كما تفعل باقي الدول، هل هذا سبب البطالة دكتورة؟ هل هذا خلل؟ بالتأكيد. بالتأكيد جزء من عملية حل البطالة والفقر وجزء من حل المشاكل الاقتصادية، أكيد يجب أن تكون هنالك لدينا رؤية واضحة وسياسة اقتصادية، ليس لمدة أشهر أو سنة. الذي يحدث الآن في العراق هي مجرد بعض الجوانب التكتيكية خلينا نشير، وليست استراتيجية. هذه الجوانب تأخذ فترة قصيرة من الزمن، هنالك مشاكل كثيرة تتميز بأنه حتى عدم توفر الطعام وانعدام الأمن الغذائي، سواء بالنسبة من شمال العراق 29 وأكثر 29%، وأكثر من ذلك في كردستان 28% عدم توفر الطعام وانعدام الأمن الغذائي، في بغداد عندنا كذلك في بقية المحافظات العراقية تصل إلى حوالي 40%. هذه كلها هي سببها عدم اتخاذ سياسة صحيحة، وإن الذين موجودين عادة هسه في الوقت الحاضر في سدة الحكم هم لا يبالون بالمواطن ولا يبالون بوضع سياسة اقتصادية مثلى للعراق، سواء في الوقت الحالي وإلى الأمد البعيد، أو حتى للنظر في حل المشكلات. نحن دائما ننتقل من مشكلة إلى مشكلة أخرى دون إيجاد الحلول لها. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.